فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. هذا عند الصوفية من هذه الأمة. نعم. أنهم كانوا يتقربون إلى الله بالأناشيد والتنغيمات الجماعية مثل النصارى، فإن صلواتهم كلها ترانيم وكلها أنغام، فتشبه بهم الصوفية فصاروا يتقربون إلى الله بهذه التي يسمونها الأذكار والأحوال، فيترنمون وينشدون ويقولون إن هذا ذكر لله عز وجل. فهم حذوا حذو النصارى في صلواتهم وفي ترانيمهم، وكذلك والعياذ بالله أشد من ذلك أنهم ينظرون إلى الصور الجميلة من النساء والمردان ويقولون هذا من التفكر في آيات الله، وهذا عبادة، تفكر في آيات الله، النظر إلى المرد وإلى الوجوه الحسان هذا عبادة، لأنه من التفكر في آيات الله، وينسون قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فالله جل وعلا أمر بغض البصر عما حرم الله، وهؤلاء ولذلك شرع الحجاب على النساء من أجل أن يمنع النظر، من أجل أن يمنع النظر ويكفي الفتنة. فهؤلاء يقولون لا، النظر إلى الوجوه الحسنة من النساء والمرد عبادة لله عز وجل، يتقربون به إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. ويتقربون إلى الله بالأناشيد والأهازيج وغير ذلك، بدلا من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن. نعم. قال: ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. أي نعم، من هذه الأمة من يتخذ الأناشيد والابتهالات الجماعية والتنغيمات والطبول، يتخذونها تقربا إلى الله جل وعلا، ويتخذونها عبادة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا من اللهو واللعب، هم جعلوه دينا يتعبدون لله به. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الملاهي وتحريم المزامير وتحريم الدفوف إلا ما رخص فيه الشارع من مناسبة الزواج ليضرب الدف للنساء، وإلا فالأصل التحريم في آلات اللهو جميعا، والمعازف والمزامير والأغاني كلها مما حرم الله سبحانه، لأنها تصد عن سبيل الله. هم يقولون لا، أنها تحيي القلب، وهم يقولون أنها تحيي القلب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها تزرع النفاق في القلب، تزرع الشهوة في القلب، تزرع الشر في القلب. هم يقولون لا، أنها تزرع محبة الله وتزرع الإيمان في القلب وتقرب إلى الله عز وجل. شابهوا في هذا الضالين وهم النصارى، لأن النصارى غالب دينهم من هذا النوع، من اللهو واللعب والأصوات وغير ذلك من المبتدعات. نعم.